حصل؟ اللي حصل حضرتك احنا بنتفرج على احدى القنوات عادي، فلقينا قضية مطروحة باسم النادي القومي، مدرب عندنا هنا عليه قضية اغتصاب 44 طفل. فاحنا صدقناش، جينا النادي هنا عايزين نقابل حد اي حاجة، قال لك اه عرفنا ان في شكاوى متقدمة ضد المدرب ده من سنة ونص، عندنا شهود بالكلام ده، وجينا نسأل المدير، قال لك لا ده احنا فصلناه، ده احنا ملوش علاقة بالنادي. هو قبل ما يتقبض عليه بيومين، هو قبل ما يتقبض عليه كان شغال في النادي بيومين. فجينا نسأل، لقينا عيل اسمه كريم، قال لك انا رحت وقلت له بشهادة، كان في اتنين كبار واقفين، مدرب الفريق اول كابتن احمد عراقي وكابتن كمال انصار يعتبر امن النادي، بنسالهم ايه اللي حصل، قال لك ده كريم جه قال لي مدير النادي ان في مدرب كذا 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 كذا، راح واخده اداله 10 جنيه وقال له ما تقولش لحد، ما تتكلمش في الكلام ده تاني. بس احنا ولا لاقيين مسؤول نكلمه، ولا لاقيين اداره نكلمها، ولا لاقيين اي حد نكلمه، وعندنا مشاكل كتير، وعندنا نادي خرابه في الحاجات دي كلها. بس احنا عرفنا الكلام ده ساكتين يعني على بلاوي كتير، لكن الموضوع ده ما كانش ينفع نسكت عليه. ودار المالي غير ودت عيلين قبل كده، جم الساعه 1 من الساعه 11 واخدهم العيل المدرب الصبح لحد الساعه 6. الودتين جم هنا، العيلين قعدوا يعيطوا وصوتوا، حتى كابتن النادي اللي هو الكابتن بتاع النادي اللي هو كابتن كمال قعد معاهم، وقعد يسالهم هم راحوا مع مين، قال لهم مع المدرب علي الساعة 6 من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 6. بعد كده جم العيال لوحديهم، بنقول لهم انتوا كنتوا فين؟ قال لك احنا كنا مع مدرب علي في النادي الاهلي بس ما دخلناش. بس وبعدين كانوا بيعيطوا. بعدين اتصلنا والدتين دول، اتصلنا بمدير النادي، ناس هنا اتصل بمدير النادي، اتصل بعلي، علي هو اللي بعته. معنى كده ان علي ده يقدر يعمل اي حاجه في الاطفال اللي هو بيدربها، ده مدير مدارس الكوره، مش شباب تعرف تدافع عن نفسها. هو علي ده عنده كام سنه كده؟ لا ده كبير، علي بتاع حاجه 40، كبير ده حاجه 40، مش متجوز وقاعد في البيت لوحده. الصراحه حاجه يعني حاجه الاداره، الصراحه مش عارف الاداره دي يعني معنى ان انت عارف مدير النادي ايه الموقف، مدير النادي عارف، مدير النادي عارف وساكت، ولو مش عارف واحد جه قال له، ولما يجي قال له اداله 10 جنيه وساكت ما خدش موقف. وعلي ده اشتغل بعد كده في النادي، وقبل ما يتقبض عليه بيومين كان شغال في النادي. واحنا مش هنصدق ان احنا ان هو مرفوض بقى اسبوع شهر ولا شهرين. لا لا احنا بنشوف قبل الواقع عينينا. لا دي الاطفال اتضربت معاه، قال لك قبليها بيومين من بعد ما من قبل ما يتقبض عليه كان موجود في النادي.